حياكم الله مشاهدي الكرام، حلقة جديدة من الحسم. سنحاول فيها أن نرى ما الذي وصلت إليه الأمور بعد كل هذه الأشهر، والوضع كما هو عليه. دائما الأمور قد بدأ الحديث بها أكبر على قضية الانسداد السياسي وتفاصيل ما يمكن أن يجري في المرحلة المقبلة، على اعتبار أن التفاهمات بدأ الحديث عنها يقل شيئا فشيء. اسمحوا لي أن نرحب بضيفي رئيس تجمع السند الوطني والقيادي في الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي. حياك الله سيادة النائب. حياك الله سيادة. خليني أبدأ أول شيء من قضية إذا أقدر أسميها أساس المشكلة، هي قضية علاقتكم مع سيد الصدر. أكو جديد بالموضوع؟ أكو تواصل ممكن أن نسلط عليه الضوء بعلاقتكم أو تفاهماتكم أو تواصلكم مع السيد الصدر كإطار تنسيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين الأعزاء. الحقيقة موضوعة العلاقة ما بين قيادات الإطار التنسيقي وما بين سماعة السيد الصدر أو الكتلة الصدرية بشكل عام، طبعا العلاقات على المستوى الشخصي بالتأكيد هي موجودة مع أكثر من طرف من الإطار التنسيقي. الجميع يعلم أن هنالك علاقات متميزة مع بعض قيادات الإطار، وعلاقات جيدة وعلاقات متوترة، لأن الإطار ليس شخصا واحدا، لا على مستوى القيادة ولا على مستوى التمثيل النيابي ولا على مستوى القرار وعليه. فلا نتوقع أن هذه العلاقات ستصل يوما من الأيام في الإطار بكله وبمجمله إلى مستوى التميز، وكذلك لن تصل هذه العلاقات إلى يوم من الأيام إلى مستوى القطيعة بين الطرفين، باعتبار هنالك قيادات متعددة في الإطار و معروفة العلاقات متميزة مع من ومتوترة أو غير طيبة وجيدة مع من. لكن بشكل عام بالتأكيد العلاقات والقضايا النفسية عادة ما تنعكس، ليس في العراق في حسب، هذه في كل العالم، هذه الطبيعة الإنسانية. جيد، العلاقة المتوترة اللي حضرتك قلت عليها معروفة مع من، هذا هي سبب عدم وصول إلى تفاهم بين الإطار والسيد الصدر. بالتالي هسه الصورة اللي مو خافية على الناس إنه علاقته متوترة بالسيد المالكي، هذا جزء. ما كان أكو حل لهذا الموضوع حتى نتحدث على إنه الإطار لو أكو غير السيد المالكي المشكلة معاه أعمق، وبالتالي هسه المتصدر للواجهة مع المالكي؟ لا أعتقد أن المشكلة، خصوصا بعد مرور كل هذه الأشهر، قرابة 8 أشهر بعد الانتخابات، لا أعتقد أن المشكلة تتعلق فقط بالعلاقة المتوترة ما بين أو الغير جيدة ما بين السيد المالكي وسماحة السيد الصدر، وإنما تتعلق بالرؤية في كيفية تشكيل الحكومة من جهة، وكيفية إدارة الدولة، وكيفية التعامل مع نتائج الانتخابات. هذا هو أصل المشكلة. لذلك كلما طالت الفترة كلما قلت الخيارات. الحقيقة لو كان الأمر يتعلق فقط بمشكلة بين سماحة السيد الصدر والسيد المالكي لكان بإمكان أن نجد لها علاجات، ولكن نعم هذا جزء من المشكلة ولكنه ليس كل المشكلة بالتأكيد. شو العلاج اللي عندكم؟ يعني هسه بنتحدث على اساس المشكله هي كانت، بعدين يجوز تطورت الامور الى شخصت مشكله. لو كانت المشكله فقط مشكله السيد المالكي مع السيد الصدر، مشكله العلاقه فيما بينهما، مثل ما اشرت لك لكان هنالك اكثر من حل. على سبيل المثال هو السيد الصدر حينما جاء الى بغداد وفي بيت السيد العامري حضر جميع قيادات الاطار، وكان السيد المالكي من ضمنهم، و تحدثنا لما يقارب 3 ساعات، ثم جلسنا سوية لتناول وجبة الغداء، حتى أن السيد المالكي والسيد الصدر جلسا على كرسيين متجاورين. فهذا معناته أنه بالإمكان، لو كانت المشكلة فقط محصورة هنا، بالإمكان أن تجد لها حلول. هذه العلاقات الواسعة ما بين سماحة السيد الصدر وبعض قيادات الإطار، وما بين هذه القيادات والسيد المالكي، وكذلك العلاقات خارج حتى البيت الشيعي مع الطرفين، كان بإمكان أن تجد حلا. ولكن أقول هذه ليست هي المشكلة الوحيدة، وإنما بالتأكيد الرؤية في كيفية تشكيل الحكومة هي المشكلة. جيد، راح أجي عليها هاي التفاصيل اللي بالعلن. وصلنا لمرحلة الانسداد السياسي. ما هو احنا صار لنا اشهر نتحدث عن الانسداد السياسي، ولكن مره يكون هذا الانسداد السياسي درجته 50، مره درجته 70، مره يوصل الى 90. لكن لا، اذا وصل الانسداد السياسي للمرحله التي لا حلول بعدها، لذلك انا اقول كلما طالت بنا الفتره كلما وصل هذا الانسداد الى مراحل قصوى،
وحينما نصل إلى مرحلة الحلول بالتأكيد لا علاج بعد ذلك إلا أن نذهب إلى انتخابات مبكرة وإعادة رسم الشهد السياسي مجددا. هو هذا اللي قصدته، وصلنا لمرحلة اللاحلول الانسداد، يعني مرحلة الأخيرة، يعني لا نستطيع أن نجزم. بيجيكم الآن حلول تلعبون عليها اليوم؟ تدري أكو عندنا جملة خيارات مطروحة البحث يدور حولها. واحد من الخيارات التي أعتقد هو الخيار الأفضل لغاية الآن هو طرح السيد الصدر حول تخويض المستقلين، وطرح الإطار التنسيقي حول تخويض المستقلين لتشكيل حكومة والمجيء مرشح المستقل وتتشكل على أساسه هذه الحكومة. المستقلين بدأوا مبادرتهم منذ أكثر من أسبوعين ونلتقي بهم بشكل شبه يومي، وصلوا إلى مراحل جيدة، حواراتهم مع القوى الشيعية والقوى السنية والقوى الكردية وجميع القوى في الساحة السياسية. طبعا الآن لم يلتقوا بالسيد الصدر، وأعتقد أنهم ربما يلتقون بالهيئة السياسية أو التقوا، ليس عندي تفصيل، ربما التقوا أو سيلتقون قريبا، لكن لم يعقد لقاء بينه وبين السيد الصدر. هذه واحدة من الحلول التي نتأمل أن تنتج علاجا لهذا الانسداد السياسي. الحل الآخر هو ما طرحه السيد الصدر نفسه في أن 30 يوم أو ما لاقل عن 30 يوم هو أعطى إجازة لكل القوى السياسية بما فيها قوى المتحالفة معه في إنقاذ الوطن أن اذهبوا فشكلوا حكومة وأنا أذهب إلى المعارضة. بالتأكيد هذا الخيار إلى الآن كل القوى السياسية تبعث رسائل إلى السيد الصدر، مفادها أننا لا نريد أن نشكل حكومة بعيدا عن الكتلة الصدرية وحجمها الكبير في الانتخابات، وبعيدا عن السيد الصدر وتأثيره في الواقع السياسي، وعليه هو يبقى حلا، ولكننا نعمل جاهدين على أن نبحثه أو نصل إليه. أعتقد غير ذلك الحلول يبقى الحل طبعا على الحل الثاني، معناته لازم الإطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى اللي تشكل، وهذه واحدة من الافتراضات الموجودة. والحل الأمثل الذي نسعى إليه جميعا أن نصل مع شدة هذا الانسداد إلى انفراجة، مو يقولون اشتد انفرجي، زين ان شاء الله اشتد انفرجي اسهم راح اتكلم بها. تحدثنا عن الانسداد السياسي، ليش ما اروح بتخصيص الموضوع واقول عليه هو انسداد شيعي؟ لا، ما الواقع الشيعي، الشيعة لديهم 183 نائب او 184 نائب في مجلس النواب، وبالتالي لديهم اكثر من نصف اعداد أعضاء مجلس النواب، وعليه لا وجود لا لحكومة ولا لأي حراك سياسي باعتبارنا في نظام برلماني إلا بحضور هذا الواقع الشيعي، ولأنه أكو انسداد شيعي الاجتماعي الأكبر. فأي انسداد أو مشكلة في الواقع الشيعي كما يسمونه وتسميه باقي المكونات الأخ الأكبر اجتماعيا، بالتالي هو لا ينعكس فقط سلبا على واقع على الواقع السياسي، وإنما هو ينعكس تماما، يعني مخرجاته تنعكس تماما على الواقع السياسي. طبعا احنا باعتبار نظامنا الى الان لا زال نظاما مكوناتيا، ولم نستطع بعد العبور بهذا النظام من المكوناتيه الى نظام المواطنه الذي لا يعتمد على المكونات، نامل ان نصل اليه في يوم من ايام الواقع السياسي. وعليه طبعا الانسداد الكردي هو منعكس ايضا على هذا الانسداد، لا زالت المشكله ما بين البارتي ويركتي هي مشكله كبيره، ولم تحل فيما يتعلق بموقع رئيس الجمهوريه. نعم، الانسداد السياسي الشيعي بالتاكيد من حيث المساحه هو اوسع من الانسداد الكردي من حيث اعداد هو هذا تحدث عنه، لكن على اعتبار الواجهه هي مشكله من طرف الاطار ومن طرف الصدر، هي المشكله انه انا صحيح هي طافيه. ولكن يبقى موضوع الانسداد الكردي أيضا مشكلة يجب حلها. ما أريد أن أقول أن على فرض أن اتفقنا أو تفاهمنا داخل البيت الشيعي، لا، هذا لا يعني أننا سنعكس تفاهماتنا على البيت السني بطريقة الأمر الواقع، عفوا على البيت الكردي، باعتبار البيت السني هل قلت رفعنا حل بوها قبل البق، تفاهموا زي من وقت يعني حصلوا على الأغلبية الكبيرة داخل المكون. وحاشتري هاي لأول مرة تصير، دائما البيت الشيعي هو الاتفاق يسبق الباقي. صحيح. هسه انت تتحدث يعني على انه السنه سبقوكم وصار اتفاقهم وانتهى. جيده في مجال الاسراع بالتفاهمات، لكن اقول حتى الانقسام يعني داخل البيت الشيعي هو ليس، لو كان تعددا وليس انقساما كان امر بالتاكيد سيكون ايجابيا ان تتعدد العناوين السياسيه حتى تدريجيا نخلص من قضية المكوناتية، ولكن لازلنا إلى الآن نعيش فيها وندفع أثمانا لها، ولازلنا نشعر بالقلق والخوف على بعض تفاصيلها، وبالتالي لا يصح تركها قبل أن تكمل كل هذه الخطوات. جيد، أنت تقول نخلص من القضية المكوناتية،
سيد صدر رادي يخلص الوضعيه من عندها وراح اتفق ويا السنه والكرد، بس انتم بالاطار التنسيق تردون ترجعون لمكوناته وتتكلمون عن الكتله الشيعيه الاكبر. اي انا اقول احنا نحن بحاجه الى ان نعبر من المكوناتيه للمواطنه كامر واقع عملي زين. هذا يعني ان التوقيتات جدا مهمه والمقدمات مهمه ايضا، لا يمكن ان تذهب الى ان تنتقل من مرحله حساسه شهدت صدامات وحروب ومئات الالاف من الشهداء والضحايا ومدن بكاملها مدمره ومستقبل ومفقودين ومستقبل مجهول لعشرات الالاف من العوائل، تنتقل منها مباشره الى مرحله اخرى وفق مقدمات مضطربه قد تؤدي الى نتائج اكثر سلبيه. ما هي هذه المقدمات؟ اوضح هذه المقدمات هي الانتخابات التي اختلفنا حولها ليس بعد اجرائها. بالمناسبه نحن حينما نتحدث عن مشاكل هذه الانتخابات نحن الذين اعترضنا واجتمعنا وعقدنا عدة لقاءات بحضور الأمم المتحدة والرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء والمفوضية وثبتنا كل المخاوف التي حصلت في الانتخابات. لم نتحدث بعد أن ظهرت نتائجنا أقل من الآخرين. العديد من اللي فرضها عليكم، فرضت قدمت تطمينات على أن هذا على أن ما هذه المخاوف لن تقع، وإذا بها وقعت للأسف الشديد. هذا واحد. اثنين، هو ليس فرضا وانما بس حتى افتهم الموضوع، منو قدم هاي التطمينات وما كانت بالتالي طبعا زين، وهذا ما تحدثنا عنه بشكل واضح في مؤتمراتنا الصحفيه وفي بياناتنا وفي حديثنا. والمفوضيه جلسنا معها بحضور الرئاسات الثلاث واكثر من اجتماع، سواء اجتماعات موسعه لكل قاده القوى السياسيه او اجتماعات مصغره مع الاطار التنسيقي وبحضور الرئاسات الثلاث ايضا، وثبتنا امامهم هذه الاشكالات ولم يتم تجاوزها. لذلك بعد أن ظهرت نتائج الانتخابات اعترضنا عليها بشكل قانوني ما يضمنه الدستور، قدمنا شكوى في المحكمة الاتحادية وتظاهرت الجماهير الرافضة لمدة 75 يوم تقريبا، لكن صدر أمر القضاء وحكمت المحكمة الاتحادية بحكمها وأعلننا في حينها مع عدم قناعتنا بمقدمات الحكم ولكننا نلتزم بكل ما يصدر عن القضاء وعن المحكمة الاتحادية، وذهبنا بعد ذلك بالتأكيد حينما تلتزم بالقضاء يبنى على الأمر مقتضاه، وراها تجي أداء اليمين الدستورية وما إلى ذلك. هذه المقدمة، هذه الانتخابات التي أظهرت صورة مشوهة للواقع السياسي ونتجت عن مقدمات غير صحيحة، لا يمكن أن نعتمدها للخلاص من تجربة 18 سنة، تجربة مؤلمة ومريرة، ولا زالت المكونات لم تصل إلى مرحلة الثقة فيما بينها حتى تنتقل من المكوناتية إلى المواطنة. مثل النظام العشائري الآن احنا للاسف الشديد بالتدريج نتراجع من ان نحتمي بالدوله الى ان نحتمي بالعشيره مع اعتزازنا واجلالنا واكرامنا للعشائر ومنظومتها الاجتماعيه، ولكن اليوم اي واحد حتى على مستوى الدرجات الخاصه المسؤولين احيانا حتى الوزراء هو يحتمي لا زال متمسكا بعشيرته. ليش؟ لان يشعر انها الى الان لا زالت هي الحاضنة الاجتماعية الأقوى التي تستطيع أن تقيه من كثير من المخاطر. وهي مشكلة نفس القضية بمواجهة الدولة. نفس القضية، لا لأنه مو مواجهة الدولة، بين العشائر والعشائر أقصد. يعني لأنه ما عنده ثقة بالدولة. لأنه أحسن ثقته بالدولة زال ضعيف. المكوناتية أكثر يعني تفصيلا من القضية العشائرية، لا زلنا إلى الآن بحاجة إلى أن نطمئن أن تطمئن جميع المكونات أن هذه الدولة هي الدولة الحامية الحافظة للجميع، هي الدولة القوية المقتدرة يعني المبسوطة في اليد التي تتعامل مع العمل بالمكوناتية مفتتة لشكل الدولة. لا أقول العمل بالمكوناتية هو أمر ورثناه عن احتلال جاء إلى العراق وبالتالي في الدولة ففرضه نظاما سياسيا أثر بالتدريج. كلما زاد الانتماء أو الالتصاق بالمكوني بالتأكيد كلما زادت ضعفت العلاقة بالدولة. زين. لذلك اليوم أقول هذا الانقسام، ما أقول أنا يعني التشرذم، خلي أقول التنوع. زين. لما المكون السني بيه 5 أحزاب، المكون الشيعي بيه 10 أحزاب، المكون الكردي بيه 4-5 أحزاب، هذه علامة عافية، لكن كون تسير بشكل متوازي مع طمأنة أو ذوبان هذه المكونات بنسبة كبيرة بالدولة واعتمادها على نظام المواطنة. والدليل أنت الآن رجل إعلام وتشوف كل واحد من الوزير إلى أقل موظف في الدولة من كل المكونات لا زال بمجرد أن ينضغط عليه قليلا وأن يلتجئ قبل يروح يتحدث معه بلغة المكون. ليش؟ لأنه إلى الآن لا زالت الدولة لم تقدم له كل الضمانات اللازمة قانونيا وإداريا ووظيفيا. أقول نحن معا ننتقل من المكوناتية إلى المواطنة، ولكن أن نكمل مقدمات الانتقال. أرجع بك إلى 20 سنة،
الديمقراطية التي جاءتنا، لأنها انتقال من ديكتاتورية بغيضة إلى ديمقراطية مفرطة كانت فوضى، ولازلنا نعيش أثارها إلى اليوم، بحيث أن الديمقراطية كما يقول أحد المختصين يقول المؤسسات الأمنية والاقتصادية هي ليست مؤسسة، يعني مسؤوليتها هي حماية الديمقراطية، مو تجي بالمؤسسة الأمنية الشرطي يتعامل مع الضابط أو الجندي مع الضابط بيقول ديمقراطية لازم. زين هسه ممكن أنه هذا الكلام كان تتحدثوا له قوى الإطار جامعة 120-125 مقعد؟ ما له علاقة. لا كان صرت بموقف يختلف عن الموقف الآني بيه، وممكن أنتوا تروحون لحكومة الأغلبية. لا أقول حكومة الأغلبية حتى حكومة، إحنا ما معترضين على حكومة الأغلبية أساسا، احنا معترضين على ضمان حق المكون الاجتماعي الاكبر داخل هذه الاغلبيه. يعني بما انني لا زال الاخر يتعامل معي وفق المكوناتيه، ودليل هو واضح ما يحتاج له دليل، يعني قصدي ما يحتاج بحث، رئيس الجمهوريه كردي، رئيس مجلس النواب سني، ورئيس وزراء شيعي، اي مكوناتيه اكثر من هذا الوضوح؟ تريد ننتقل الى المواطنه، الوصول الى مرحله المواطنه، ماكو شيء اسمه بالدستور عندنا رئيس جمهوريه سني كردي، قبل كان سني ما كان كردي، المرحلة الأولى في بعد 2003 ما كش يقول لازم رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب من هذا المكون، من يأتي بنصف زائد واحد يأخذ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، هذه هي المواطنة. سيد أحمد بصراحة تشعر أنه كان أكو عمل سني كردي من القوى السياسية التابعة لهذه المكونات لإضعاف جزء من الشيعة، ولهذا ذهبوا لتقديم كل خلينا نسمي كل فروض الطاعة والولاء للسيد الصدر حتى يجذبوا لهم؟ استبعد ان الحراك هو كان بعنوان اضعاف البيت الشيعي، وانما كان بعنوان ضمان المصالح، انا اضمن مصلحتي وتفاهم مع سين على هذه المصلحه، ولكن الخلل وين؟ الخلل اننا وضعنا امام الاخوه كل هذه المخاطر قبل حدوث هذه التحالف. قصدك الصدرين لهم بالاخوه؟ لا لا المكونات الاخرى اللي يعني وضعنا امامهم، ونحن أرد أقول مسبوقين أو أبلغنا منهم، سواء من التحالف السيادة والذي لم يكن قبل ذلك سيادة كان عزما وتقدم، ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذين يعني بالأسبوعين ثلاثة الأخيرات قبل انتخاب رئيس المجلس ونائبه كان وفدهم التفاوض واحد، تحدثنا مع السيد مسعود البرزاني بشكل مباشر ومع السيد الحلبوسي بشكل مباشر، السيد خميس الخنجر كان يعني مفاوضاته وحديثه لم يكن اصلا مع ذاك الجو، ذاك سيد الحلبوسي سيد المسعود والوفود التي تمثلهم كانوا يؤكدون على انهم لن يكونوا مع طرف مقابل طرف اخر، ولن يقووا طرفا على طرف، لانهم يتفقون معنا ان المرحله الحاليه مرحله تحتاج الى تفاهمات كبيره حتى نخرج من الازمه التي ولدتها الانتخابات، وبالتالي ما حدث خلاف ذلك. زين في انتخابات مجلس رئيس المجلس ونائبيه كانوا تحالفا ثلاثيا، وما سمي بعد ذلك بتحالف انقاذ الوطن بشكل واقعي، ومارسوا هذا التحالف ثم اعلنوه بعد ذلك، لذلك اقول هذه الخطوه عقدت المشهد، يعني ذهاب الكرد وجزء من الكرد والجزء الاكبر من السنه بهذا الاتجاه نعم ساهم في تعقيد المشهد، ولكن لم يكن مقصودا به، تقديري أنا لا أتحدث عن النوايا، فهمي لم يكن مقصودا به ضرب الواقع الشيعي وتفتيت الواقع الشيعي، وإنما بالمرحلة أو بالنسبة الأكبر هو ضمان مصالحهم. سيادة النائب لو أتحدث عن النوايا، بيوم جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بيومها الصبح أنت كنت الأقرب تكون النائب الأول، زين. بس بعدين صار الاتفاق أنه صارت الرئيس ونائبيه هم من التحالف الثلاثي. لا لم يكن بحث مع التحالف الثلاثي أنني النائب الأول، وإنما كان لو حدث اتفاق، يعني كانت مقدمات فيما لو اتفقت الإطار مع الكتلة الصدرية، فباعتبار أن السيد الحلبوسي قريبا أصبح قريبا في هذه الدورة إلى الكتلة الصدرية، فلهم اختيار رئيس المجلس ولنا اختيار النائب الأول، كنت أنا مرشحها الأبرز، وبالمقابل كامر واقع باعتبار أن الكتلة الصدرية لها 75 نائب، فمن الطبيعي أنها ستأتي بمرشح رئاسة الوزراء داخل الكتلة الأكبر، الكتلة الأكثر عددا، فبما أنهم لهم حق الترشيح رئيس الوزراء وبالتالي سيكون مرشحهم رئيس الوزراء، فيفترض أن النائب الأول يكون منا، وكنت المرشح الأقرب لهذا الموقع. هذا اعتراف دستوري أنه الكتلة الصدرية الكتلة الأكبر ومن حقهم ترشيح؟ الكتلة الأكبر شيعيا داخل الكتلة الأكثر عددا، طبعا هم الكتلة الفائزة الأولى، زين. مو الكتلة الأكبر
حسب تفسير المحكمة. لا، الكتلة الأكبر انتخابيا منه هو الكتلة الصدرية 75، وعليه إذا صار يعني هذه وجهة نظرنا اللي صارنا أشهر نتحاور حولها، إذا تشكلت الكتلة الأكثر عددا فبالتأكيد الكتلة الصدرية ستكون أكبر الكتل داخل هذه الكتلة. بس خلينا نقول حق ترشح في المانع، يعني هاي رسالة أنه لو كان أكو تحالف أو لو صار تحالف بين الكتلة الصدرية وقوى الإطار فما راح تعترضوا النهائيين أنه يكون مرشح المرشح لرئاسة الوزراء هو من الكتلة الصدرية أو اللي رشحها السيد الصدر. لا، تحدثنا به مباشرة حتى مع السيد الصدر نفسه. زين. وقلنا أنه للكتلة الصدرية باعتبارها أكبر الكتل داخل الكتلة الشيعية داخل الكتلة الأكثر عددا لها حق الترشيح، ولباقي الكتل حق الرفض والاعتراض، يعني الإطار التنسيقي والكتل الشيعية داخل الكتلة الأكبر، ومن حقه يرشح 1 2 10 مثل ما صار 2006 و2000 عفوا 2010 و2014 2018 فقط جئنا بمرشح توافقي ما بين الفتح وسائر، قبلها كانت دورة القانون ترشح واللي باقي الكتل حق الرفض. هسه من هذا الكلام انه كل الامور مهيئه، شنو اللي وصل للتفاهمات مع السيد الصدر الى طريق مسدود؟ السيد يعني قلت لك هو الان هي لم تصل الى طريق مسدود، واذا لو وصلنا الى طريق مسدود أكون سداد سياسي وليس طريقا مسدودا. الطريق المسدود يعني معناته انتهى الحوار، نهاية الحوار يعني يكون روح بين الإطار والصدر مسدود الحوار. لا أقول إذا وصلنا إلى ولهذا كل طرف من عندكم راح على المستقلين، مو يعني مسدود الحوار. زين. حتى نصل إلى نقطة نلتقي فيها كلانا، يعني طرفين يلتقون في هذه النقطة، نقطة المستقلين بالنسبة لنا تمثل نقطة التقاء مع السيد الصدر، حتى نرفع الحرج عن أنفسنا ونرفع الحرج عن سماحة السيد ذهبنا إلى أن نعطي الإخوة المستقلين هذه الفرصة. أقول متى ما وصلنا إلى طريق مسدود نروح الانتخابات مبكرة، ما عندنا خيار آخر دستوريا. يعني الآن إحنا صارنا 8 أشهر بحكومة تصريف أعمال أو 9 أشهر، خو إلى متى؟ ما هذه كل مصالح الناس معطلة، فإحنا أما نتساهل نتنازل كل منا للآخر، نتقدم كل منا للآخر خطوة نحو إنهاء هذا الانسداد والخروج بحل واقعي. هذا نتفاهم عليه، نتفق عليه، أو نتفق نذهب إلى انتخابات مبكرة وبشكل عاجل ونضمن إنهاء هذا الانسداد. جيد. بهاي 20-21 دقيقة 3 مرات عدت قضية الروح للانتخابات المبكرة. نعم. أحتاج إلى وقت، لكن قبل ما أنهي الجزء الأول، مشكلتكم مع السيد الصدر واضحة، أنتوا تريدوا يدخل ياكم بالكتلة الشيعية الأكبر الجامعة لكل الشيعة. ولا نناقش أي قضية أخرى مسبقا. هو شنو مشكلته وياكم؟ هو شنو الرسائل اللي وصلكم إياها؟ هو ما معنى رسالته؟ أنني إذا دخل الشيعة كلهم في كتلة واحدة. زين. هذا هو عودة إلى المحاصصة مرة أخرى، أو عودة إلى التوافقية. إحنا نقول زين. وهذا آخر عرض قدمناه، إحنا نذهب إلى الكتلة الأكبر شيعيا، ولكن ليس كل من يشترك في هذه الكتلة يشترك في الحكومة، ما هي الحكومة تكون حكومة أغلبية. وحتى أعلننا استعدادنا بالأسماء والعناوين، سيد الحكيم، سيد العامري، الأخ الخزعلي، يعني نقدر نقول الحكمة وقوة الدولة، الفتح وقوة الدولة، أننا إحنا مستعدين وجاهزين، وهذا خيار وليس فرضا علينا أن نكون جزء من الكتلة الأكبر، ولكننا نشترك بالحكومة حتى تكون حكومة أغلبية. فحتى هذا إحنا مستعدين للتفاهم حمد. لذلك أقول متى ما اتفقنا مع السيد الصدر على تشكيل الكتلة الشيعية الكتلة الأكثر عددا من المكون الاجتماعي الأكبر، ثق أن كل القضايا الأخرى يمكن التفاهم عليها ونخرج بحكومة أغلبية مقبولة للجميع ونتحرك بإذن. جيد. هذا أفهم من هذا كلامك أنه لا بوادر ولا إمكانية ولا حتى التفكير بمواجهة الصدر شعبيا وسياسيا. لا، يعني من يفكر بالمواجهة شعبيا وسياسيا، أقول مع هذه الأزمات التي تعصف بالعالم والعراق جزء منه ويتأثر به كثيرا، ومع المعاناة اللي عاشها العراقيين طيلة السنوات الماضية ولا زالوا، البطالة، مرة واحد يقول 30 من وزارة التخطيط، مرة تقول 35، مرة تقول 28، والعوز الحقيقي، الضعف بالخدمات الهائل والمخيف، الفوضى في كل شيء، التراب الذي يغطي الأجواء بالأسبوع مرتين وثلاثة بسبب التقصيرات والتراكمات في هذه التقصيرات، ثم نذهب إلى مواجهة شعبية أو جماهيرية وما إلى ذلك، هذا يعني أننا ذاهبون إلى رفع مستوى الألم عند الناس والحاجة، وبالتأكيد رفع مستوى التقصير لكل من شارك بالعملية السياسية من 2003 إلى اليوم. زين. تخافون أنه ما أكون كانية بجهات داخلية وخارجية تغذي أي نوع من أنواع التصادم المسلح؟ أو التصادم المسلح أبعد ما يكون، هو بعيد جدا. أكو من يعمل عليه؟
العراق دائما أعداء أكثر من أصدقاء، وبالتالي فكل أعداء العراق سواء كانوا في الخارج أو بعض الذين للأسف هم جزء من الداخل بالتأكيد لن يتوقفوا عن البحث عن كل ما يؤذي هذه الدولة وهذا الشعب وهذه الأمة. اسمح لي سيادتنا مشاهدي الكرام، فاصل ولا نعود. من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام، من جديد أحييك أستاذ أحمد. كان لازم أجل الحديث بقضية الانتخابات المبكرة حتى أخذ بها هذا الوقت بهذا الجزء الثاني. من فترة بدأ حديث خفيف على قضية إعادة الانتخابات، كنتم تقوى الإطار رافضين لهذا الموضوع على اعتبار شو راح تعيدوها بهاي المفوضية، ممكن تعدلون القانون، ممكن اتهامات كانت لرئيس الوزراء أنه هو وراء تزوير الانتخابات والتفاصيل أو جهات تعمل معه بداخل مكتبة أو بالرئاسة. شنو اللي راح يتغير حتى تقول إن تغيرت وضعيتكم انه الحل بالانتخابات؟ وانا قلت لك ثلاث مرات عدتها بذاك الجزء انه انت تقول انتخابات باعتبار مورد الحديث ياتي باتجاهه. هذا دليل على اننا نتعامل واقعيا، لم يتغير شيء اذا الان، لا تغير القانون ولا زال التحالف الثلاثي يمثل اكثريه نص زائد واحد في مجلس النواب، اذا ارادوا ان يشرعوا قانونا يخدم بنتيجه توجهاتهم، كل هذه المقدمات لا زالت هي نفسها ما مختلفه. ولكننا نتعامل بواقعيه، رفضنا الذهاب باتجاه حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكره، مع اننا اكثر المستفيدين من الحل. ليش؟ لاننا نعتقد ان ما جرى في تلك الانتخابات لم يكن فقط يعني الاداره السيئه للمفوضية، وإنما حتى الإدارة الغير سليمة لماكيناتنا الانتخابية أيضا كان جزءا من خسارتنا كثير من المقاعد. ولكن مع ذلك كنا نرفض الذهاب إلى حل الانتخابات مع أنه ينفعنا. ليش؟ لأننا بالتأكيد يهمنا مصلحة الناس ويهمنا أن الدولة تتقدم إلى الأمام. الانتخابات شارك بها في أحسن التقديرات 40%، وكلنا رأينا نسبة المشاركة الضعيفة، ما له علاقه بالنسبه اللي طلعت بالاصوات، نسبه المشاركه اللي شفناها بالشارع. تتوقعون يعني انا بدائره الانتخابيه افتر بالدائره يعني اشوف احد يحضر الانتخابات، وبعد الساعه 12 وحده الظهر ماكو حتى هذول احد انتهى وطلعت المشاركه 40%. عموما فاذا لو ذهبنا الى انتخابات مبكره مره اخرى هذا 40 راح يصير 10 او 15 او 20، وهذا ربما يخدم الاحزاب ويخدم الكتل السياسية وخصوصا الكبيرة ونحن منها، ولكن بالتأكيد يضر بشرعية النظام السياسي، لأنه النظام السياسي اللي طلعوا له 10% و 15% الانتخابات معناتها وصل إلى أدنى مستويات الاعتراف الشعبي والجماهيري بهذا النظام. فلذلك عارضنا ورفضنا، ولكن عبرنا فيه عن رأينا، ولازلنا إلى الآن نعتقد أننا منذ اليوم الأول للانتخابات إلى اليوم متى ما عيدت، لذلك احنا ذهبنا الى المحكمه. لو ان المحكمه الغت النتائج شنو يعني؟ اعاده انتخابات. اعاده انتخابات. وبالتالي احنا مو خايفين منها واليوم اطمئنينا، احنا من اليوم الاول الى اليوم نعتقد ان الانتخابات لو عيدت وفق نظام وسيستم مختلف بالتاكيد ستكون النتائج مختلفه، لكن اليوم حديثنا اننا نذهب الى الانتخابات المبكره او نقبل بها. ليش 8 اشهر عزيزي من الانسداد السياسي؟ جيد. ليش الناس قاعده على مود احمد وحسين ومحمد؟ جيد. حتى احنا لين بعد سنه يلا خليني بهذا الموضوع. بالتالي هناك قناعه عندكم داخليا داخل الاطار هسه اتحدث على اعتبار انت جزء من قيادته داخل الاطار انه ممكن تعيدون الانتخابات، وشنو هي الامور اللي تقول وصلنا لهي المرحله ما عندنا غير بعد اعاده الانتخابات؟ شنو اللي تنتظروه؟ مثلا تقول اكو مبادره هسه مثلا بهاي الايام، اذا ما صارت هاي المبادره احنا رايحين لاعاده الانتخابات. اولا خلي اثبت هذه القاعده، اعاده الانتخابات لن تكون بقرار سياسي من كتله سياسيه كبيره كانت او صغيره، وانما هي بحاجه الى توافق سياسي. ليش؟ لانه اعاده الانتخابات لن يكون الا بتصويت 166 نائب. هذا الرقم او تجبركم المحكمه الاتحاديه عليها. يعني إذا الآن ما أعتقد المحكمة الاتحادية تذهب بهذا الاتجاه في هذه المرحلة، إلا إذا وصلت إلى وصل الانسداد إلى مراحل كبيرة والمشاكل التي ستتعرض لها الناس ويتعرض لها النظام السياسي ستدعي دخول المحكمة على هذا الخط. لأن احنا أيضا يعني ليس من الصحيح أن نحمل المحكمة الاتحادية كل هذا الحمل الثقيل وكأن المؤسسات الأخرى مؤسسات عاطلة عن العمل، ونلتجئ جميعا إلى المحكمة الاتحادية. مجلس النواب هو المسؤول وأعطاه الدستور الذي كتب، أعطاه حل
حق نفسه، هو الوحيد الذي له حق حل نفسه. وبالتالي تذكر قبل كم سنه من قلت لك مفرداتك يراد اتابع وياها ويراد لها وقفه هوايه زين، من هسه تقول لي حمل المحكمه اكثر من عوف باقي المؤسسات. بالتالي هو هذا الموضوع، انه انتم واجهتوا خصومكم بالمحكمه. هسه ما راح اتحدث على انه تسييس القضاء، اكو فرق كبير. المحكمه زين. وضعت شنو مهامها الرئيسيه؟ هي محكمه دستوريه، مهمتها مسؤوليتها هي تفسير القوانين، لذلك هي ما تصدر حكم تقول سجن فلان وطلعوا فلان، هي تفسر القانون. من مهامها تستبعد نائب؟ هي تفسر القانون، هي لا تستبعد، مو تقول هذا النائب مو خوش آدم يطلعوه، تقول بناء على الماده رقمها القد من قانون مجلس النواب اللي بيه شنو؟ شروط العضويه زين. والدستور يقول اذا فقد النائب احد شروط العضويه خلص يستبعد، فتقول بناء على هذه المقدمات اللي عندي سين فقد شروط العضويه خلص. هذا مو اتهام من عند القضاء، لكن هذا كلام الناس، ان انتم واجهتوا خصومكم بالقضاء على اعتبار قراراتها باتة وملزمة. جيد، ما احنا خصومنا سياسيين، احنا واجهناهم في قضية الانتخابات وين؟ بالمحكمة الاتحادية زين. والقرار كان لصالحهم مو صالحنا. ثم في المرة الثانية لما انعقدت الجلسة، والجلسة احنا كنا نعتقدها جلسة غير مكتملة الشرعية، الجلسة التي اختير فيها الرئيس ونائبيه، ليش؟ لأنه صار اعتداء على رئيس السن وأخرج تحت الضغط وحمل إلى المستشفى، وبالتالي صعد رئيس السن الاحتياط الأول، ما صعد صعد الاحتياط الثاني، وكنا نعتقد أن هذه الإجراءات كلها غير قانونية وغير دستورية. وين رحنا؟ لأنه حينما يختلف الخصمان وين يروحون؟ يختلفون بماذا؟ بتفسير المادة. احنا نقول للقضاء. رئيس السن لازم هو حتى إذا كان مرشحا للانتخابات لازم هو يعلن، يقول أنا مرشح للانتخابات لذلك أنا أنزل عن المنصة وأدعو رئيس السن البعدي أن يصعد ليدير الجلسة. هذا فهمنا زي. بينما رئيس السن الأخ المشهداني أخرج تحت الضغط، حسن ضرب ما انضرب، المهم شفناه شال قدامنا على يعني على الأكف وطلعوه إلى سيارة الإسعاف وعليه. فكل ما بني بعد ذلك هو باطل في هذه الجلسة زي. الأخوة الآخرين يقولون لا، رئيس السن سأل الرئيس الاحتياط قال له أنت مرشح بالسماعة بالتليفون، قال لي أنا مرشح، قال لي أنا مرشح وهذا يكفي رأيا قانونيا. من الذي يحكم بين المتخاصمين في التفسير؟ أي الاتحادي التفسير؟ رحنا الاتحادي أيضا، حكمت للطرف الآخر لن تحكم لنا زين. وما قلنا الاتحادي هاي المسيسة هذه المزينة هذه التي تخضع لسين وصاد، خضعنا لحكم المحكمة وتعاملنا مع الواقع وبعدين القرارات كلها صارت بصالحكم لأنه قانونية زين. لأنه قانونية يعني اعتراضنا لروح للمحكمة نعترض وفقا للقانون، فمرة زين. تقبل ومرة ترفض وعليه. فإحنا لا يعني المحكمة هي مهمتها أن تفصل بين المتخاصمين. هذا أنا أقول لك شو تروح للمحكمة فيما يتعلق بحل الانتخابات بحل البرلمان زي. أي واحد من الرئاسات أو أي جهة مخولة بتقديم استفسار إلى المحكمة الاتحادية بإمكانها اليوم تقدم استفسار، تقول إلى المحكمة الاتحادية الموقرة استفسار مو دعوة، تقول وفقا للمادة كذا من الدستور والمادة كذا من قانون مجلس النواب تفاصيل الإدارية، المجلس أخل بالتزاماته الدستورية منذ انتخاب الرئيس ونائبيه في 9/1 إلى اليوم وتجاوز على جميع المدد الدستورية وعليه. فما هو رأي المحكمة؟ استفسار مو حكم. ما هو رأي المحكمة بخصوص حينما تجاوز المجلس المدد الدستورية بهذه الطريقة وصياغة معينة صياغة قانونية ويروح للمحكمة، والمحكمة ممكن أن تقول قالت مدة وجيزة جيد، فهي ممكن تقول المدة الوجيزة التي نتحدث عنها هو مثلا شهر 6 شهور 3 أسابيع، أو تقول المدة الوجيزة التي تتحدث عنها هو أن يصل مجلس النواب إلى قناعة بحل نفسه، هي صاحبة القرار زين. ممكن مثلا ممكن الحلبوسي يكتب أنه شنو مصير النواب المتغيبين اللي عطون الجلسات، الموضوع راح يصير ضدكم. لا لا ما بيش، هذا قضية دستورية. هو مو متغيبين، هو يجي يحضر يوقع بالجلسة زين. يوقع باب الجلسة ويبقى قاعد بالكافتريا، هذا حق دستوري كفله الدستور من 2003 لليوم، فما لا المحكمه الاتحاديه ستغير الحكم ولا اي قاضي اخر زين. المقاطعه في كل العالم، المقاطعه حق دستوري لا يعتبر غياب، انت تقاطع الجلسه انت مو غايب، انت جاي موقع لكنك تقاطع اعمال الجلسه، ليش؟ تعبر عن رايك وهذا حقك الدستوري. اما اذا دخلت واكملت النصاب فتتنازلت عن حق اذا اجبرت على الدخول. يعني اغلب النواب اللي مو موجودين بالجلسه يجون يوقعون ويقعدون بالكافتريا. اي هذا في الطبيعي، وهذا ممكن يستمر في كل الدورات الماضيه كان يستمر لاشهر احيانا زي. وخصوصا طبعا بالمناسبه
تدري الدعوة إلى التغييب والفصل طلعت من بعض القوى، خصوصا من بعض القوى الكردية من الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخابات جلسة انتخابات الرئيس. وذكرنا الإخوة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو أكثر الأحزاب التي مارست المقاطعة، مو يوقعون وما يدخلون أو لا، يبقون بأربيل ما يجون 3 أشهر أو 4 أشهر، أكثر القوى التي مارست هذا الحق. فلماذا تقبل أقبل الحق لي ولا أقبله لغيري؟ زين، حتى أنا أريد أكد أنه إحنا لا ندعو، لسنا لا ندعو إلى حل مجلس النواب بالذهاب للانتخابات المبكر، ليس هذا عنوان الكلام، وإنما عنوانه إذا استمر هذا الانسداد ولم نصل إلى النتيجة فالذهابنا إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أفضل بكثير من إبقاء هذا الوضع على ما هو. جيد، أنا سألتك ورح أرجع إلى السؤال، شنو هي المرحلة اللي ممكن توصلونها تقولون بعد خلاص ما عندنا غير بس الانتخابات المبكرة؟ أنا ما أقدر أقول إلا شيء واحد، زين، أنه إحنا في نستطيع أن نقول أننا في آخر المطاف، يعني المبادرات بعد ما عندنا هواي مبادرات، كل شيء كل الحلول المفترضة قلناها، فأكو بعد مبادرة المستقلين، ربما أكو بعد تسيورة من سين، كلمة طيبة من صاد قد تعالج الإشكال، وإلا فالانسداد يصل إلى النهاية، هو إلى الآن لم يصل إلى نهايته، لكن طبعا بحكم يعني المفاوض السياسي البارع كلما ازداد الانسداد كلما يعتبرها فرصة أكبر لإبراز قدراته على معالجة هذا الانسداد. جيد، دائما كان يقال أنه يعني من أيام التحالف الوطني كان يقال أنه الشيعة مو متماسكين، ممسوكين بإشارة إلى القبضة الإيرانية. شنو اللي تغير الآن؟ الموقف الإيراني تغير، اللاعب الإيراني توجهاته تغيرت بالعراق، حتى نشوف أنه الشيعة بهذا القضية صارت هزات أكبر بالنسبة للشيعة، لكن كان وجود التحالف الوطني واضح. صحيح، هذا أولا هذا التماسك وليس المسك، هذا التماسك ما هو موجود خلينا نقول من 2006، 2010 بينت، 2010 بدأ الانقسام، 2010 صرنا ائتلاف وطني ودولة القانون، 2014 صرنا الكتلة الأحرار وكتلة المواطن وائتلاف دولة القانون، 2018 صرنا في 5 أو 6 تشكيلات. بس كان اكو التحالف الوطني. نعم، التحالف الوطني تدري 2018 ماكو تحالف وطني، التحالف الوطني 2015 تقريبا 2016 يعني اصبح يعني ركن اساسي من عنده غايب، وهو التيار الصدري، التيار الصدري غاب عن التحالف الوطني منذ 2015 ولم يعد للتحالف الوطني. فبالتالي هذا الانقسام او خلينا نسميه التنوع، كل كتله او كل حزب من الاحزاب الشيعيه والقوى الشيعيه اعتقدت انها الاقدر على امتلاك مساحة أوسع من منافسيها، وليس خصومها، منافسيها السياسيين داخل الساحة السياسية الشيعية، وبالتالي هم متفاهمين على القضايا العامة، يعني المصالح العامة، فخلي يختلفون بالتفاصيل، شو المشكلة؟ للأسف الشديد أخذنا الاختلاف إلى أن وصلنا أن نختلف حتى على المصالح العامة، لأننا تشرذمنا وتجزأنا كثيرا. القضايا لا تتعلق بالمسكة والتماسك بقدر ما تتعلق بفهم المصلحة العامة وضرورة المحافظة. الرعاية والدور الإيراني تغير لو ما تغير؟ يعني بالتأكيد ما جرى من أحداث 2020 ترك أثر على العراق وعلى كل المنطقة، غياب الشهيدين القائدين العظيمين سليماني والمهندس أثر على الواقع السياسي كما أثر على الواقع الإقليمي، والواقع السياسي العراقي أقصد، أثر على الواقع الإقليمي بالتأكيد، ولكن دور الجمهورية الإسلامية كدولة ساندة ومؤيدة وداعمة للتجربة العراقية من 2003 لليوم هو لم يتغير بشيء، لا زال نفس الدعم، لا زالت علاقتها مع جميع الأطراف والقوى السياسية شيعية كردية سنية ومكونات وأقليات أخرى علاقتها طيبة مع الجميع، وتستخدم هذه العلاقة بالتأكيد للدفع باتجاه الوصول إلى حلول. لا أعتقد أن هذا المجال تغير، بالعكس لا زال الدور إيجابي. الآن محركات هذه الحلول التي تتحدث عنها أقدر أتحدث عليها أنه هي داخلية لو خارجية؟ محركات أنه أنتم تعملون على مبادرات داخلية هذا شيء واضح، لكن محركات خارجية لها تأثير اللي أقول عليه وصلنا لهذه المرحلة؟ أكو متغيرة، أكو يعني ضغوطات شو نسميها، تدخلات، محاولات خارجية للدعم باتجاه الـ يعني لملمة الواقع العراقي، وأعتقد أن السفرات المكوكية والحركات والاتصالات هي غير غائبة عن الإعلام. زين، بس تحدث عن قضية زينة يعني إيجابية أنه دفع خارجي باتجاه لملمة الداخل العراقي. هناك تغير حدث بالموضوع، تغير واضح سببه أن هناك أطراف خارجية دعمت خلينا نقول الانقسام ما بين شو نسميه خطوط الطول، خلينا نقول باعتبار سابقا خطوط عرض كردي سني شيعي، الانقسام بخطوط الطول، لكن تعاملوا مع الموضوع واقعيا، أكو تصادم
لا يمكن حساب نتائجه من حيث الانعكاس على مصلحة هذه الدول على طول المساحة. خليني أنا وإذا خصوصا إذا رأينا الانقسام الكردي، ترى الانقسام الكردي حاد إلى درجة كبيرة. يعني سيادة نائب خليني أتحدث بها، يعني تتكلم على أنه هاي المحركات الخارجية دعمت على أو عملت على لم السنة وعملت على الانقسام الشيعة؟ لا، ليس هذا المقصود، وإنما والدليل أنه السنة مو كلهم اجتمعوا، أكو مجموعة وإن كانت أقلية بالواقع السني لكنه مو كلهم مجتمعين، وإنما المقصود هذه المحركات الخارجية ورطهم قاموا يسموهم سنة الإطار. لا، هذه أساس التسميات، تدري مثل ما يعني تسميات بروباغاندا مقصودة، مثل سنة المالكي، جيش الصفوي، حينما تستهدف الإعلام دائرة معينة من الإعلام، حينما تريد أن تستهدف حدث أو نوع أو واقعة أو مكون أو فئة تستطيع أن تمزقها إعلاميا. لكن المحركات الخارجية بالتأكيد لها مصالحها في العراق، والعراق للأسف خصوصا بعد 2003 هو موزع، يعني المكونات الخارجية والمحركات الخارجية والدول المحيطة بالعراق تعمل وتبحث عن مصالحها أكثر مما يعمل العراقيون نفسهم عن الدفاع عن مصالحهم، مصالح العراق، ولذلك هذا أضعفنا كثيرا. لن أكون لا أنا ولا أي وطني بالتأكيد لن يكون سعيدا حينما يقول المحركات الخارجية الحمد لله أنتجت تفاهما، أو المحركات الخارجية الحمد لله أنتجت انقساما ينفع البناء الديمقراطي، المكونات أو المحركات الخارجية الحمد لله دفعتنا للانتفاهم. هذا بالتأكيد أمر يعني يؤسف له ومأسوف عليه، ونتمنى أن تعمل محركاتنا الداخلية بكل طاقتها خصوصا في الأيام والأسابيع القادمة. لا زالت الفرصة سانحة للتفاهم، ولا زالت إمكانية الجلوس على طاولة حوار متعددة كفيلة بالتفاهم وحل هذا الإشكال، وممكن فلتعقد طاولة حوار سباعية إطار وتيار ويكتي وبارتي وسيادة وعزم ومستقلين، كل واحد خلي يدفع لهم واحد يمثلهم ويقعدون سبعة يتفاهمون يحلون هذه المشكلة، يطلعوننا بحل. شو اللي يمنع هذا التجمع؟ ما أدري، أنا أطرح هاي فكرة ببالي يعني زين مناسبة أنه يعني تجلس هذه السباعية الوطنية، وسبق وأن جلست سباعية شيعية فأنتجت لنا مرشح على رأس الوزراء ثم لم نتفق عليه ثم جاء الأخ الزرفي فوصلنا إلى الأخ الكاظمي، خل تقعد هذه السباعية، خل يختلفون هم أسبوعين ثلاثة راح يوصلون إلى حل. جيد، أنت تتكلم وجب بالك قضية جمعهم، واني ببالي إذا سألك أنه يضركم التقارب بين اليكتي والبارتي؟ لا، أو التفاهمات اللي صارت؟ أي تفاهمات بين بهذا الوضع الحساس بين المكونات، خصوصا المكونات اللي إذا تحدثنا بواقعية، تدري راح أتحدث عن اليكتي والبارتي ولك أن تعكس ذلك على الإطار والتيار. زين، اليكتي والبارتي كل واحد من عندهم لديه البيشمركة مالته الخاصة به وسلاحه وكليته عسكرية تخرج ضباط وطائراته ودباباته وأمنه وأسايشه وزرفانية وهالتفاصيل. إذا اختلفوا هل لك أن تتصور كيف ستكون سيكون كردستان هذه الواحد جميلة؟ بالتأكيد ستعم فيها الفوضى لا سامح الله. إذن نحن نعمل ونتمنى أن يصل والأجواء الكردية يمكن يجوز 10% من اللي يمتلكون القوى الشيعية، طبعا مع الفارق تدري أكو ضوابط عندنا، يعني الحمد لله الأخوة الكرد لأنه مروا بتجربة قاسية إن شاء الله لن تصل إليها الواقع الشيعي، تجربة الأربع سنوات من الاقتتال الكرد تخليهم يعيدون حسابهم ألف مرة قبل أي خطوة باتجاه الوصول إلى ما لا يحمد عقباه هنا في الساحة الشيعية. هذا يحسب تجارب الآخرين، إضافة إلى عندنا صمام أمان لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، وهو المرجعية الدينية التي لن تقبل مطلقا بأن نصل إلى نقطة اللا عودة فيما يتعلق بالصدام الشيعي الشيعي لا سامح الله. البعض طالبها بدور من المنطقي أنه يكون لها دور الآن القضية المرجعية، يعني واحدة من أهم عناوين المرجعية وقدسيتها بالنسبة لنا أنها هي أعلم بتشخيص تكليفها، لست أنا ولا غيري من يضع للمرجعية تكليف، المرجعية مدركة ومحيطة بكل تفاصيل الأمور وهي التي ستحدد المصلحة كما حددتها في كل المراحل السابقة، ليس في 20 سنة الماضية وإلا على الأقل في 100 سنة الماضية كانت المرجعية تقديرها للموقف واضح. جيد، ممكن تشوف الحل النهائي بيديها؟ يعني نتمنى أن يأتي، إن أتى حلا من داخل هذه الكوة المقدسة بالتأكيد المباركة سيكون حلا مباركا، نأمل أن يكون ذلك، و
بالتأكيد احنا نتحرك تحت هذا العنوان الكبير، تحت هذه المعنويات، عسى ان يوفقنا الله سبحانه وتعالى ان نضع حل جيد. من تتحدثون على انه ممكن يذهبون بالاخير ناس المحكمة الاتحادية وتطلب مثلا قضية اعادة الانتخابات، ليش ما يتحول هذا الطلب مالتكم القانوني الدستوري يتحول الى طلب خليني اسميه اجتماعي، طلب للحل، ويتحول هذا الطلب الى انه للمرجعيه انه تقولنا حلول؟ هسه ما تستقبل احد المرجعيه هذا واضح، لكن اكو وسائل تواصل ممكن احد يوهر. عفوا يعني المرجعيه ما يحتاج انه احنا نروح يعني نعرضها لهذا لهكذا ضغط، تعالوا قلنا حلول. المرجعيه متابعه ولديها نافذه واضحه وترى وتقدر المصلحه، وما حصوتها لولا انها تعلم جميع التفاصيل، وبالتالي هي التي تقدر متى يحين الوقت المناسب للتدخل ومتى هو الوقت المناسب ان تبقى وما هو الوقت المناسب الذي يجب ان تبقى فيه صامته. جيد. شنو امكانيه التجديد للكاظمي؟ يعني كل الاحتمالات وارده في البحث السياسي. موضوعة المستقلين لأنه وضعوا فيها يستحسن أو يفضل أن لا يكون من الرؤساء الوزراء السابقين، لكن بشكل عام أقول اليوم لا يمكن أن تقول أن فلان له فرصة وفلان ليس لديه فرصة مع كل هذا الانسداد السياسي. لا ممكن يكون هو جزء من الحل، أنه خلوا نروح نجدد للكاظمي حتى يكون هذا بداية الحل وانتهى الموضوع. أقول أنا هذا ما مبحوث، لذلك أقول فرصته في الرفض او القبول يمكن ان تكون متقاربه. جيد. انا وين قصدي انه هسه انت الان تتحدث على انه خلينا نتفق على شكل الكتله الاكبر على التفاصيل ونروح للحديث عن رئيس الوزراء. نتحدث عن اي ليش شيء ليش ما نسبق نتحدث عن اي شيء ليش ما نسبق بهالموضوع الحديث عن رئيس الوزراء، انه خلينا نتفق على الكاظمي وبعدين نروح باتجاه اكبر. احنا مشكلتنا مو من هو رئيس الوزراء. زين. احنا مشكلتنا حتى نكون صادقين مع انفسنا وحديثنا للناس، احنا نريد كتله شيعيه اكبر. زين. هذه الكتله هي تنتج رئيس الوزراء. هسه رئيس الوزراء الكاظمي، المالكي، الحسني، العباسي، الحسيني، الصدري، اي عنوان اخر كان، ما عندنا اشكال في بحثه. جيد. بالتالي اكو امكانيه بحث، طبعا البحث غير القبول تدري. اكو امكانيه ماكو رفض مطلق للتجديد للكاظمي؟ لم يبحث موضوع اصلا حتى نعطي فيه راينا الان. يعني لم يجي مثلا على خلي اوضح اقول ما اجانا طرح يابا مرشحنا الكاظمي مقابل حل هذا الانسداد، تقبلون لو ما تقبلون؟ حين ذاك سيبحث الاطار هذا الخيار، هذا الخيار ما مطروح علينا الان. ما مطروح ولا حتى اشارات لا الكاظمي ولا غيره. لانه الخيار ما واصل لرئيس الوزراء. الشخص الوحيد الذي طرح الى الان هو السيد جعفر الصدر من قبل السيد الصدر، وجعفر الصدر قلنا احنا لا مانع من التفاهم حول السيد جعفر الصدر ان على شريطة أن نمضي إلى الكتلة الأكبر أولا. فما تختلف طريقة الموافق. لازم يكون لك اختلاف بطريقة تقديمه. إيه الكتلة الأكبر قدمه وكذا، يعني كتبناها حتى مكتوبة ما عندنا إشكال أن نقدمه، لكن يكون مرشح الكتلة الأكثر عددا. جيد. بالتالي هم تكلمنا على قضية المستقلين وممكن المبادرات اللي كانت باتجاههم من عندكم كإطار ومن الكتلة الصدرية. قضية تقسيم المستقلين على أنه مستقلين إطاريين ومستقلين صدريين ومستقلين للكاظمي، هذا التقسيم حقيقي؟ يعني هو ما اقدر ما اردن فيه ولا اريد اثبته 100%، ولكن قبل الانتخابات وما بعد نتائج الانتخابات اكيد هنالك 7-8-10 يميلون باتجاه الكتله الصدريه، 10-15-20 يميلون باتجاه الاطار التنسيقي، و10-15 ليس لديهم ميول لا يسارا ولا يمينا، وبالتالي هذول يصيرون صاروا هم المركز الاستقطاب واستقطبوا المستقلين الآخرين. وعليه اليوم تدري الأخوة المستقلين حتى المحسوبين على الإطار يعني والذين لديهم تفاهمات واضحة حتى وقعوا في الكتلة الأكبر حينما صار التنافس بين الإطار والتيار، دول الآن الأخوة يجون يزوروننا بالإطار ويطرحون علينا مبادرتهم ويتفاوضون يعني ويتسولفون يعني مثل ما يتفاوضون مع الكتل الأخرى. يعني إحنا أعطيناهم هذا الدور لإيماننا أن هنالك إمكانية أن نجد حل، فمو المهم أنه الإطار يصير 80 ويشترك بالحكومة لو 50 يشترك بالحكومة، المهم أن الكتلة الشيعية الأكثر عددا تجتمع لتنتج اختيار رئيس وزراء. تدري إذا اخترنا شخص رئيس وزراء ترى الباقي كله ينحل، فعندنا عقدتين، الأولى الكتلة الأكبر، ثانية رئيس الوزراء، والثانية أعتقد ستكون متيسرة إذا اتفقنا على الأولى، والأولى الكل مقتنع بها بس الأخوة بالكتلة الصدرية لا زالوا غير مقتنعين بتشكيل. جيد. أنا شبابي أشروا لي أنه ما بقت دقيقتين، كان المفروض أعطي وقت أكبر لقانون حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني اللي وقف وخلاني أنه كان محتاج أنطي وقت أكبر.
اشوف انت محسوب على محور المقاومه هذا منتهي من عنده. صحيح. زملائك او الناس بنفس التوجه قالوا لا بي ثغرات بي قضيه انه انطوا مجال للناس، بس وقفت عند دفاعك المطلق عن القانون بجروبات الواتساب، قلت واذا اكو بي ثغر راح نعدله. صحيح. شنو خلاك اللي تروح وياه بوقت انه الناس اللي نفس خطك ومنهجك رافضين؟ لا اولا الوقت كلش ضيق حضرتك. الاخوه تحدثوا 4-5 ايام وهم لم يروا النسخه الاصليه المصوت عليها. اثنين لانني عضو في اللجنه القانونيه وانا في اليوم الاخير اكثر من 5-6 ساعات تناقشنا بتفاصيل هذا القانون وبالصياغات وبالاصطلاحات. نعم في اليوم الثاني جاءنا هذا جاءت صياغه هي التي حصل حولها اللغط اللي هي موضوع الزيارات الدينيه، وهي اضيفت تحت عنوان لما الاخوه احتجوا بعض الحاضرين في الجلسه من اعضاء اللجنه القانونيه ورؤساء اللجان ان المسيح في العالم وممثلي المسيح في العالم للعراقيين المسيح العراقيين في العالم يقولون يابا احنا حجنا الى القدس كما يحج المسلمون الى الكعبه، وبالتالي شلون احنا هاي راح نحكم بالمؤبد اذا فيلقون تخريجه. اجتنا هاي الصياغه من الرئاسه، طبعا انا واحد من الذين ناقشوا بالصياغه. الصياغه المقصود بها يقصد بالزيارات الدينيه هي زيارات المسيح اللي الراغب وشنو لازم يعلن، يقولون فلان المسيح يريد يروح يزور القدس، يعني العراق كله راح يدري به ويريد يروح، لازم موافقه وزاره الداخليه العراقيه، وليس هنالك اي تبادل للزيارات. يعني مو الاسرائيلي يجي يزور العراق زياره دينيه، من اين جاءوا بهذا النص؟ لان الماده اولا تتحدث عن شيء، كذلك كل القانون يتحدث عن العراقي، فمنين جاب زيارات دينيه يسمح للاسرائيلي ان يزور العراق؟ لذلك دافعت عن هذا الموضوع بقوه، ومع ذلك حتى هذه الصياغه اللي انا شخصيا مو كلش معها، لم اكن معها، ولكن تصويت باللجنه 11 قصدك ما زيارات الدينيه 11 من 19 تعدل بصياغه قانونيه محكمه حتى يصير واضح المقصود من عندها، ولا يمكن ان تعتبر ثغره في هذا القانون. بس بالمجمل هو مو قانون لذر الرماد ولا قانون لبروباغندا. انا كان استشهد والان هم استشهد. اقراوا بيان حزب الله، حزب الله لبنان، هذا العلامة الفارقة والمميزة في تاريخ المقاومة، هذا العلامة الفارقة والمميزة في تاريخ انتصار الشعوب العربية على الكيان الصهيوني. اقرأوا بيانه اللي يحيي المجلس النواب العراقي على هذا الإنجاز والقانون الشجاع والخطوة الشريفة التي تمثل امتداد الشعب العراقي وثابته التاريخية. بالعكس القانون رائع وممتاز، وهو يختلف، لم يلغي 201 في قانون 111 لقانون العقوبات، وإنما أضاف عليها، لأن تلك تتحدث فقط عن الترويج للصهيونية وليس الكيان الصهيوني، الصهيونية والماسونية، بينما هذا تحدث عن تفاصيل. ودليل ذلك انظر إلى الألم الذي أظهرته القوى المؤيدة للكيان الصهيوني، ودليل ذلك بيان الخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية واللي يتحدث ب يعني انزعاج شديد. المتحدث باسم الخارجية البريطانية يطالب حكومة بلاده بردع العراق عن هذا القانون المروع. هذا يعني انه ليس ضرر للرمادي في العالم، يعني فقراته مؤثره. خليني اشكر حضرتك رئيس تجمع السند الوطني والقيادي بالاطار التنسيقي الاستاذ احمد الاسدي، شكرا لك والوقت اللي اعطيتناه. الوقت مر بسرعه وان شاء الله يكون وفين المواضيع. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، حلقه الحسم لهذا اليوم انتهت، انتظرونا في مواضيع اخرى. مع السلامه.